استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح اليوم السيد تانيت نانو ناسوخ لا سفير مملكة تايلاند لدى البحرين. ترافقه السيدة هاتاي جانوك نائب سفير مملكة تايلاند لدى المملكة للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملها في مملكة البحرين. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الارتياح لمسار العلاقات التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة تايلاند، مشددا سموه على الاهتمام بتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين لتقوية أوجه التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري والصحي، لافتا سموه إلى حرص البحرين على تبادل الخبرات بين البلدين بما يدعم توجهات الحكومة الاقتصادية ومشاريعها التي تستهدف تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات البحرينية التايلندية تمضي قدما بشكل أكثر تسارعا وقطعت شوطا كبيرا من التعاون في ظل رغبة حكومتي البلدين الأكيدة لتطويره وتنميته في المجالات كافة. وأشاد سموه بما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من روابط وعلاقات وطيدة ومصالح مشتركة، مثنيا سموه على الدور الذي تطلع به الجالية التايلندية وإسهاماتها في شتى مجالات التنمية. ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدور الذي قامت به السيدة هاتاي جانوك نائب سفير مملكة تايلاند طوال فترة توليها لمسؤوليتها السفارة وما اطلعت به من إسهام فاعل في دعم أفق التعاون والتنسيق بين البلدين، مثنيا سموه متمنيا لها التوفيق والنجاح فيما سيوكل إليها من مهام.